يعني في علم مهم جدا وهو علم تفسير القرآن الكريم. العلم ده يعني فيه علماء كتير جدا كتبوا فيه وفيه تجارب ملهمة كتيرة جدا، من أبرزها وأكثرها مصرية تجربة الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي في الحقيقة يعني كان صاحب تجربة مش هنقول بس إن هي فريدة في تفسير القرآن الكريم بمفردات بسيطة بشكل يدخل القلوب. الشيخ الشعراوي يعتبر أيقونة مصرية وصل لقلوب وعقول ملايين المسلمين في العالم العربي والإسلامي كله. كلنا نتذكر جيدا الفقرات اللي كان بيجيبها التلفزيون المصري بعد صلاة الجمعة، وكان المائدة المصرية تلتف حولها وتستمع إلى هذا الرجل الفاضل. النهاردة الذكرى 24 لرحيل فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. خلينا نشوف. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هو أحد أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في العصر الحديث، عمل على تفسير القرآن الكريم بطرق مبسطة وعامية، مما جعله يستطيع الوصول لشريحة أكبر من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي. هو إمام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي تحل اليوم ذكرى رحيله. يضع الحق سبحانه وتعالى بعد أن وضع المبادئ الإيمانية عقدية وتشريعية، يعطي لنا نماذج من الخلق. تفرد الشعراوي في تفسير القرآن ودخل بتفسيره إلى قلوب وعقول الملايين في الوطن العربي، وكان أول ظهور للشيخ محمد متولي الشعراوي على التلفزيون المصري عام 1973 في برنامج نور على نور تقديم أحمد فراج، ثم شرع في تفسير سورة الفاتحة وانتهى عند أواخر سورة الممتحنة وأوائل سورة الصف، وحالت وفاته دون أن يفسر القرآن الكريم كاملاً. إذن يفهم كل شيء ينسب لله مما ينسب إلى البشر في إطار قوله ليس كمثله شيء. ولد محمد متولي الشعراوي في 15 من إبريل عام 1911 بقرية دقدوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وحفظ القرآن الكريم في 11 من عمره. تخرج عام 1940 في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وحصل على العالمية مع إجازة التدريس عام 1943. في نوفمبر عام 1976 اختار ممدوح سالم رئيس الوزراء أعضاء وزارته، وأسند إلى الشيخ الشعراوي وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر، فظل الشعراوي في الوزارة حتى أكتوبر عام 1978. حصل على العديد من الجوائز أبرزها وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، كما حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1983 وعام 1988، وكذلك حصل على وسام في يوم الدعاء.